أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع بتفعيل الاتفاقات مع مملكة البحرين بعد التوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين. وخلال لقائه وزير المالية البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، أعرب مدبولي عن استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم للاستثمارات البحرينية. من جانبه أعرب الوزير البحريني عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر. عقدت اللجنة التنسيقية الفنية بمشاركة كبار المسؤولين بالحكومتين المصرية والبحرينية اجتماعها بمقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الجهات المختصة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال اجتماعها. وذكر بيان مشترك أن اللجنة التنسيقية الفنية ناقشت العديد من الملفات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دراسة 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم تسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة هايف للاستشارات التكنولوجية بشأن تنفيذ مشروع لتوطين منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي في خطوة جديدة تدعم توجهات المركز نحو تعزيز التحول الرقمي. وستسمح إمكانيات المنصة الجديدة الجاري توطينها بالاستفادة بشكل أسرع وأكفأ بروافد البيانات الدولية وربطها مع المخزون الهائل الحالي، بما يسرع من دخول مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء إلى عالم البيانات الضخمة وعلوم البيانات تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. أكد وزير البترول طارق الملا أن إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وتطبيق التحول الرقمي الكامل، مشيرا إلى أن هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الإصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الملا بمقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة تقدم العمل بمشروع إنشاء البوابة. وخلال الاجتماع تابع الوزير مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف عدة شركات وهيئة الثروة المعدنية، تابع تقدم التنفيذ والخطوات الجارية وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لإكمال مراحل التنفيذ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة ترامبل بكفاءة على مستوى العالم. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل نحو 1.87% إلى 80.43 دولار
للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.98% إلى 75 دولار و 57 سنت، وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 9% لتصل إلى دولارين و80 سنت للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 35% لتسجل دولارين و90 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الرئيسية أكثر مما كان متوقعاً في الوقت الذي يكثف فيه معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعاً في قيمتها. ورفع البنك التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40% في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من 4 مرات. وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا ذروته عند 85% في أكتوبر من عام 2022، ثم ارتفع مجددا إلى 61% الشهر الماضي. وفقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار خلال أكثر من عامين.